مرحبا بكم في بعض الدول العربية وبالأخص دول الخليج والعراق ومصر مثلا تعرف درجات حرارة جد عالية وشمس حارقة تتراوح ما بين الأربعين والخمسين درجة وأكثر أحيانا النباتات طبعا تتأثر سلبيا بهذه الحرارة ويظهر تأثيرها على النبات من خلال الذبول وجفاف واحتراق الأوراق وقد تصل حتى موت النبات في هذا الفيديو سنقترح عليكم العديد من النباتات الأكثر تحملا لهذه الظروف الصعبة والتي لها القدرة أكثر من باقي النباتات على تحمل الشمس والحرارة لكن هذا لا يعني أن نتركها للشمس ونهملها فلا بد من القليل من العناية وبعض الاحتياطات فاصل ونواصل مباشرة نبدأ بأول نبات وهو بدون منازع الجهنمية أو المجنونة بوغانفيليا ازهار جميله جدا تاتي باللون البنفسجي والابيض والبرتقالي والاحمر والقرمزي وغيرها لكن كل هذا الجمال له قدره فائقه على تحمل الحراره والشمس المباشره وكذلك الرياح لذلك رشحناه لكم في المرتبه الاولى نصيحه استعمل شباك الظل أو الشبكة لنباتاتك لتحميها بهذا ستكون نسبة الأشعة البنفسجية التي تصل للنباتات ستكون جد قليلة المرتبة الثانية نجد نبات اللانتانا كمارة نبات أكثر من رائع زهرته جمالها لا يوصف يزرع في الأسس وفي الحدائق كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد توهجها وجمالها نصيحة في فصل الصيف يفضل ري النباتات ليلا بعد غروب الشمس وتجنب ري النباتات صباحا نعم تجنب ري النباتات صباحا أثناء وأثناء فترة الظهيرة سؤال حلقة اليوم ونبقى دائما في نفس الموضوع يعني النباتات والحرارة من خلال تجربتكم ما هو النبات الذي لاحظت انه يتحمل حراره عاليه ويتحمل شمس مباشره دون مشاكل والمرجو ذكر النبات والبلد في تعليق اسفل هذا الفيديو المرتبه الثالثه نبته الجزانيا بازهارها البرتقاليه والصفراء وغيرها تزرع في الاحواض وتزهر في الربيع وفي الصيف يتحمل الحرارة والجفاف لكنه يجود أكثر مع تنظيم الري ويفضل حمايته بعمل شبكة فوق النبات أو أي شيء يحميه نعم يتحمل الحرارة والجفاف لكنه سيبهرك بجمال أزهاره إذا اعتنيت بها نصيحة تخلص من الحشائش والطفيليات التي تنمو بجانب النبات الرئيسي حتى لا تنافسها على الماء والغذاء في المرتبة الرابعة نجد هذا هذه الزهرة الصفراء الجميلة إنها الأكاسيا تمتع بهذه الأزهار تقريبا طول السنة وبالأخص ربيعا وصيفا الأكاسيا لا تتأثر بأشعة الشمس المباشرة أوراقها مركبة خضراء اللون نبات منتشر بكثرة في بلداننا العربية شجيرة صغيرة جاذبة للنحل مقاومة للتيارات الهوائية نصيحة ضع عازل من الخشب بين وعاء الزرع وبين الارض. في المرتبه الخامسه نجد هذه الشجيره المزهره. انها التيكوما ازهارها انبوبيه جميله الشكل. نجحت زراعتها في تزيين الشوارع والحدائق بسبب تحملها للجفاف وسرعه نموها وتحملها العيش في المناطق الحاره. تزهر بغزاره قابله للتشكيل وكما رايتم نبات قوي يستحق ان يكون في قائمه نباتات اليوم. نصيحه رش اوراق نباتاتك الداخليه بالبخاخ صيفا وتجنب الرش على الازهار. في المرتبه السادسه نجد نبات الكراسولا العصاري نبات جميل الشكل متحمل للحراره والشمس المباشره لا يحب كثره الماء. ازرعه في حديقه البيت او على السطح او في البلكونه صيفا وبدون مشاكل نصيحه ازرع النباتات الاقل تحملا للشمس تحت شجره واختر مكانا لا يتعرض للشمس طول النهار سواء في البيت او في الحديقه الياسمين الهندي او البلوميرا زهرته تشبه زهره الياسمين رائحته جد جميله متحمل لأشعة الشمس المباشرة ويعطي جمالية للمكان الذي تضعها فيه نصيحة لا تكثر من الري في الصيف بل نظم الري كثرة الري ستضر نباتك أكثر مما ستنفع في المرتبة الثامنة نجد نبات السونسيفيرا أو جلد النبير نبات عصاري قوي يتحمل أصعب الظروف وبالأخص درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة للقيمة التنسيقية العالية التي يوفرها للمكان الذي تضعه فيه نبات الهيبسكوس يحل في المرتبة التاسعة بزهرته الحمراء الكبيرة والجميلة والمثيرة والجاذبة للانتباه شجيرة مزهرة يمكنك زراعتها في أصيص سريعة النمو دائمة الخضرة صراحه الهيبسكيوس تستحق ان نزين بها حدائقنا واسطحنا وبلكونا وبلكوناتنا لتحملها ولموسم ازهارها الطويل نصيحه لا تنقل النباتات في فصل الصيف عشر نبات اصدقائي متابعي بدره هو نبات الكانا وهو نبات عشبي معمر متعدد الالوان احمر برتقالي اصفر يسمى أيضا بالزنبق أوراقه كبيرة الحجم ولا يحتاج لعناية خاصة نضيف للائحة النباتات التي تتحمل الحرارة والأجواء الجافة الصباريات والعصاريات بصفة عامة لها قدرة على تحمل الأجواء الحارة لأنها مهيئة خلقيا لذلك من خلال خاصية الاحتفاظ بالماء في أوراقها السميكة التراديسكانتيا الأكاليفا والورد كذلك يتحملان الحرارة. نحن الآن أصدقائي متابعي بذرة في آخر شهر مايو ودرجة الحرارة بدأت في الارتفاع لذلك أصدقائي سنخصص العديد من الفيديوهات لطرق حمايه النباتات صيفا وكيف نحافظ عليها اثناء السفر ومعلومات اخرى لها علاقه بالنباتات وفصل الصيف فالمرجو تفعيل زر الجرس والاشتراك حتى يصلكم جديدنا لا تنسوا كذلك الاجابه على سؤال حلقه اليوم من خلال تجربتكم ما هو النبات الذي لاحظت انه يتحمل درجات حراره عاليه ويتحمل شمس مباشره دون مشاكل المرجو ذكر النبات والبلد في تعليق اسفل هذا الفيديو شكرا لوفائكم شكرا لثقتكم في بذره دمتم بخير والى اللقاء